واصل منسوب المياه في نهر الراين الانخفاض على نحو ملحوظ جراء الطقس الجاف في ألمانيا، ما قد يؤثر على عدد سفن الشحن التي يمكن أن تسير على طول الممر المائي. وبحسب بيانات الهيئة المسؤولة عن الممرات المائية والشحن في ألمانيا، فإن مستوى المياه في منطقة كوب، وهي منطقة مهمة لقطاع الشحن النهري، انخفض. وبحسب تنبؤات الهيئة، يمكن أن يتذبذب منسوب المياه بين 31 و33 سنتيمتر هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات الهيئة أن العمق الفعلي للقناة عند كوبا يبلغ 1.43 متر. وتعاني سفن الشحن والركاب منذ أسابيع من انخفاض منسوب المياه في النهر، وقد تتضطر السفن إلى حمل حمولة أقل بكثير عندما يكون مستوى المياه منخفضا، ما يعني أنه سيكون من الصعب نقل الفحم والنفط على نهر الراين، وسيتعين في هذه الحالة نقل الكثير عن طريق البر والسكك الحديدية.